شو صار؟ الخيل يلي عم يجر العرباية وقف، شكله تعب. لك أنا ما قلت لك ما بتقرب من هداك الطرف من المزرعة؟ شيو راح خليك تدفع تمن اللي بتعمله معي. لا الحصان هذا ضعيف كتير، وفوقه كمان كبر بالعمر، عم يعاني بدون سبب. ريحه من وجعه. شو عم تسوي يا أغا؟ اشتري حصان جديد. تمام. هذا الحصان خلص عمره. ماشي يا أغا. على شبك كم مرة قلت لك لا تعملي هذا الكلب بهالطريقة؟ حتى كاسة الحليب ما بيستحقها. خذوا لشوف كم مرة قلت لك خليك عاقل ولا تعمل أي مشاكل. خليني روح. انت كيف بتخنق الرجال وبتنسوه؟ قديش ضربناك وعذبناك هون بس مع هيك ما عم تتربى ابدا. تركني روح بحالي، ما بيكفيك يلي ساويته فيني كل هالسنين. شو رح تسوي لما تروح؟ بدك تفضحنا وتبهدلنا مو هيك؟ اسمعني منيح ولا حقير، حياتك بلشت بهالمكان ورح تنتهي هون. تركني بحالي لسه، شو بدك مني؟ ولك لا تنسى انه انا يلي جبتك من بيتك، بدك تحاسبني على اللي عم ساويه؟ كيف بتقدر زلمتي ولك؟ عم بتحكاني يا حقير؟ شو نساوي؟ بتعطوه درس ما ينساه، مشان ما عاد يعمل مثل هيك شي مرة تانية. بس انتبهوا منيح اصحكوا يموت. لأنه كيف ما كان الدم يلي بعروقه دمي. بس انتبهوا منيح اصحكوا صعود. لأنه كيف ما كان الدم يلي بعروقه دمي.